اوكي بلشت الفيديو لحالي لخبركم انه اليوم محضره كثير قصص لاي جوج تحت ما بيعرفوا فيها، فجاي بالي احكي لكم بعدين نزل الكاميرا احكي لهم لهم شوي اللي عم بيصير. تمام، اول شغله رح افرجيكم شيء كثير مهم. ليكو ترى اوكي ما شايفين شيء بعرف، بس ليكو اليوم شو بدي اقول لكم. ترى اوكي ما رح احرق لكم كل شيء، رح اعمل له هيك. اليوم في كثير اشياء رح نعملها، جوج لاي ما بيعرفوا بشيء. فهلا انت هون شو عم تعمل؟ شو عم تعمل هون؟ جيبوا بالي شفتك بغرفتي فانطرت. يا حبيبي شكرا على اعطائي الخصوصيه. سمعت شيء؟ لا الحمد لله نشكر الله. هي طلع لي مثل البربع. وين لؤي؟ اه لؤي برا كمان. هلو شغلتي ظبط برا وعمل برا، ظبط برا وعمل برا. اوكي بهي المناسبة اللي انك عم تظبط برا، أول شغلة صحيح نسينا نقول لهم مشتاقين للبيت، لكوا البيت. لا 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 يا جماعة من الأول ما اجينا مهدينا، شافوكي ولا لسا؟ شافوني، أنت شفتوني ولا لسا؟ شو هالجمال، شو عاملة بحالك اليوم يا مليون؟ لسا ما شفتوا شيء. اوكي عجبكم شكلي؟ واو يعني اليوم أنت واو. شكرا حبيبي عن جد بتخجلني. اوكي طلعوا علي، أنا فوق محضرت لكم الثياب. لازم تطلعوا وتلبسوا. حاضرين. جهزوا حالكم. اوكي. تمام؟ وبعدين بدنا نروح محل كتير حلو. اوكي. في سربرايزات اليوم. سربرايزات. رح تحبوا السربرايزات؟ لا هو سربرايز واحد يعني. اوكي رح تحبوه؟ رح تحبوه. لابس البيجاما وجاي، يلا قدامي لشوف. محرومة من السربرايز اليوم جوجي. لا اصلا هو ما رح يحب كثير السربرايز، بس انا وانت رح نحبه. ماما يلا البوز. اوكي انا جاهزة، بس هلا لؤي وجوج رح يروحوا قدامي، يلا لشوف. يلا طلع جهزت لكم ثياب. يلا. والله لابسين وما احلى. لا يلا يلا. ولك يلا. اذكر حتى انت مجهزت لك ثياب على فكرة. ليكو اثنيناتكم بالغرفة هون. هون. البسوهم. اوه ايديكم غسلوا ايديكم قبل. غسلوا ايديكم قبل. يلا اذكر راح يطلعوا بيشبهوك كثير كثير. قلت قصدي يعني راح تطلعوا بالبياض تشبهوا كثير ما قصدت شيء. يلا معكم ثلاث دقائق. لو هيك بيعمل معي. ناطرتكم بسرعة. والله رح يطلعوا مثل المجال الابيض. نعم. في ثياب عريس هون، هدول بيلبسوهم؟ ايه عريس. ليكو هون محضرة باقي الثياب، تمام هي. وفي هي كمان. وفي هاد. يلا انا اسرع منكم. انتبهوا، جوجي ما توسخون شوكولا. كلهم ابيض ابيض ابيض. اوسكار الحزين، حزين حزين حزينة انت؟ يلا. حياتي؟ نعم. تجوزيني شيء؟ لا بحلامك راح جوز اوسكار. شو يلا 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 جاهزين نجي؟ تعوا يلا. واحد اثنين ثلاثة. ليش هيك طالعين؟ حفلة شيء، حفلة عرس، حفلة خطبة. حبيب ما راح جوزك، طب شو ما عملت ما راح جوزك؟ خلص أنا تجوزت مشي حالي. ما بتعيدها ما؟ أكيد لا، أكيد لا. روح خلينا حدا تاني أمنوا بس. بس شوفوا لي أشكال. أوه والله الله هي هلا بدي افرجيكم هون شو محضرت لكم. تمام، هي اول شغله رح ناخذها معنا لجوز. اوه جوزك ماما في حفله مستحيل. ايه كملي، هي المفاجاه. وهي ثاني شغله رح ناخذها للؤي. واخر شغله رح افرجيكم، غمضوا عيونكم. غمضت جوجي مغمض. عبر الشاشه. واحد اثنين ثلاثه. يا ام اللون، هذا الفستان يلي لسه ما لبستيه. ايه اللي شاريته في قدام المستشفى. اوكي اليوم رح نعمل شغله، حجز مكان لازم نروح عليه. تمام، انا ما صورت الرياكشن تبعك، رجع عيده هيك. اوه الله يعمل. اوكي اليوم حاجزت لكم شغله، هلا بتشوفوا بس نروح. تمام، او ماي جاد نسيت خبرهم شغله، بس دقيقه قبل ما نخبرهم سوا، بما انه صرنا شاهدين حاليا، قبل ما افرجيكم شغله ثانيه وقبل ما اروح على هيدا المحل رح نقول لكم واحد اثنين ثلاثه هلكن. يا جماعه اليوم مثل ما قلت لكم محضره شغله سربرايز صغيره لكم وللو اي وجوج، واخيرا يعني رح نعملها. تمام، فكلنا تجهزنا ضبطنا امورنا لبسنا ثيابنا، كمان العدسه الكاميرا فيها شيء دقيق. اوكي هلا مش الحال، قبل ما نبلش الفيديو اذا انتم جداد على القناه ما تنسوا لايك رينجو رينجو شير سبسكرايب. يلا ليتس جو
اوكي هيدا البوكس وصلنا من ايوه تمام. فكتير متحمسه اني افتحه. كنا اخر يوم بدبي طلعنا هيك انه نحن ما اشترينا لنا ولا شيء بدبي، فقررنا نكافئ حالنا ونشتري. انا نقيت له اي قصص ولو اي نقالي قصص، والفكره وين انه طلبناهم اخر يوم كنا فيه بدبي وبنفس اليوم وصلوا، يعني متخيلين انتم السرعه. فجاب لي كثير افتحه وسبته. يلا انا في شيء لي لانه قلتي له ايوه انا جاوبي يا حبيبي. لا ما في شيء لك تعمل. لك معقوله ما يكون في شيء لك من ايوه؟ ليتس جو. ايوه ايوه ايوه, أيوة. تارا اوه اوكي. اول شغله يو لوك سبكتاكولر. اوه كثير تعليق يوتيوب فاميلي. لا 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 ثانك يو. ايوه تمام. هلا كثير متحمسه انه نفتح كل شيء معكم. اول شغله هون اوه ماي جاد، ليكو الشيء اللي صاير هون انه في كود خصم لكم حصرا لعائله تعليم تيوب باسم تعليم تي تمام. رح احط لكم كود الخصم هون، ففيكم تحصلوا على هذا الكود بس لمتابعينا حصرا، يعني لعائلتنا حصرا. طبعا الخصم 15% فلحقوا حالكم تمام. انا بدي افتحه. انا بدي افتحه. اوكي لا انا يلا 1 2 3. واو اوكي. اول شيء الباكجينج رائعه لكم احلاها. على فكره مو بس لنا بتوصلنا هيك، لكم كمان رح توصلكم هيك، ومو بس لنا بسرعه رح توصل، لكم كمان رح توصل بسرعه فظيعه. انجل ليتس جو نفتح. انا ممكن اشارك بالموضوع؟ طول بالك شارك. واو صوت في دمعه. واو حتى لانس فيه لكم احلاها هيدا. اوكي كمان في هدول العدسات من ليالا، في عندهم كثير الوان حتى للعدسات الطبيه، يعني طبي والوان بنفس الوقت. يلي بيعرفني انه انا عندي نقص بالدرجات، فهيدول ماينس وكمان بنفس الوقت في لون فيهم تمام. بس حابه اشوف لونه. واو جراي. طبعا عندهم عدسات بكل الالوان، وكمان الجديد انه في عدسات بلون بلو جرين وسكاي بلو. والعرض الحلو على الليالا لانس تمام من ايوه انه بس تشتروا 2 لانسز تمام تحصلوا على 50 درهم حسم، بس تستخدموا كود الخصم ليالا 50 كمان رح احط لكم اياه هون. على فكره يا جماعه انه ايوه بالاضافه للمتجر الالكتروني تبعهم في عندهم متاجر بدبي بمردف سيتي سنتر وبابن بطوطه، وقريبا جدا بابو ظبي رح يعملوا متجر كمان، فاللي بيحب ممكن يروح على متاجر ايوه يشوف ويجرب او حتى يطلب من المتجر الالكتروني ويستخدم كود الخصم الخاص فينا. اوكي تعليمتي تعليمتي ايه طبعا 15% على كل الموقع عندهم. اوكي يلا ليتس جو. هي اول وحده. هي كده هي الي ولا للؤي؟ للؤي. شو للؤي؟ للؤي يا ربي لي. معقول انا عم افتح لك اغراضك لؤي؟ و ورجيني ورجيني. اوكي صار وقت صور لكم لؤي. فرجيني عليك شخصيه. اوه هلا بتطلع شخصيه اكثر. فرجيني يلا. بدي اعملها هيك لك لؤي. واو شوف على المرايه بشرفكم. فرجيني. واه والله شخصيه. والله بحبك بشرفك. شو عن جد حبيبي؟ صرت احبك اكثر والله. يعني اختياره لتالين لإلي رائع. اختيار لي ميرسي. الله يستر من اختياراتك انت. لا اكيد رائع. يو عن جد كثير حلو. ايه خلص خلص ما تشخص ما تعيش الدور. يلا على فكره هاي النظاره اخترت لك اياها من مجموعه 30 ساندايز. اوكي فلهيك طلعت كثير حلوه. فينكم انتم كمان هلا الموقع تحت بصندوق الوصف تروحوا تشوفوا فيه تشكيله كثير كبيره. ويلا نكمل الانبوكسينج. ما يلا. تنسوا كود الخصم تعالين تي. اوكي هلا يلا شو طلع لك وحده؟ طلع هي ان شاء الله تطلع وح... آه ايوه هي تبعت جوجي هيك شكلها. تحلى شو هي تعيتي. اوه لك شو احلى شيء من كلهم. واو تقبرني عن جد حلوين والله العظيم. طالع دكتور طلع له شو؟ واو اي ثينك انه راح تصير على هدول بلد. اوكي كثير حلوين. طبعا انا اخترت له لجوج الفريم للعدسات الطبيه. طبعا ايوه عندهم كمان متوفره العدسات مع ميزه بلو لايت تمام. طبعا يا جماعه يلي بده يطلب عدسات طبيه بيختار الفريم وخدمه العملاء بتتواصل معه عشان تفاصيل الوصفه الطبيه. ان شاء الله كمان تطلع هي نظاره لؤي وبنخلص وبعدين بيضل بس لا هي لالي. واحد اثنين ورجيني بشرفك. ورجيني شو الك هاي؟ الك والله شكلها الك. واحد اثنين ماي جاد يا اخي. واو يا اخي شخصية فرجوها. حطي حطي اثنين ترام والله حلوين. ها انت على فكرة ما اي شيء بيلبق على وشك. بس عفوا مين انت؟ كثير حلوين على وشك. عن جد؟ روحت اجرى البنت شبك شبك. اوه اوه على فكرة أنا من الناس اللي عن جد ما بيلبق لي كل شيء بالنظارات، فهدول واو. شكرا على ذوقك حبيبي. حياتي عن جد حلوين. عن جد على فكرة عندهم الكوليكشن كثير حلوة، أنا أشوف القصص وأقول يا الله يا رب يطلب لي هي لؤي،
ليش خليتك تختار انت؟ ما بعرف بس ماني نتفهم. حلوين على فكره، حتى نظارات تالين هي من مجموعه 30 Sundays من ايوه، مجموعه رائعه، روحوا شوفوها، كثير كثير فيها موديلات حلوه. على فكره في كثير كمان براندات عندهم. يا لو ايو يا تالين، يا لو ايو يا تالين. مين محظوظ اكثر؟ ورجيني هي. تفضل امسكي. هون هون اول شيء نحن بنعطيك راينا، بعدين بتشوف على المرايه. واو والله والله مثل براد بيت طالع، بس هو شوي احلى منك يعني. لا فشار براد بيت حبيبي. كثير كثير حلوين. واو عن جد واو. اخر وحده لإلي. لا اخر وحده حبيبي لإلي. لا 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 خلصوا إلي. طب يلا جوجو افتح لي اياها. يا رب كن لي، يا رب كن لي، يا رب كن لي حبيبي لإلي، لان بابا اخذ الاثنين. او ماي جاد شباب زعلت. معلش خليك بنظاراتك انت. يلا المره الجايه جوجي كمان لك عده من ايوا. انا هيدا اعتقد انه رح يطير عقلك فيها. واو والله العظيم هيدي بدي اياها. ليك شو كيوت. واو بزي لنشوف. هي مثل العاده الدوري عليا. واو يا لطيف كثير حلوه. والله عندهم الكوليكشن كثير حلوه، كثير كثير يعني، غير هدول في كثير قصص بتشل. سوري بس ما عم بقدر احكي هيك. يا جماعه نظارة التالين هيدي الثانيه انا اخترت لها اياها من مجموعه بلاك اوت من ايوه، مجموعه رائعه وفيها يعني الكوليكشن كثير كثير حلوه، روحوا شوفوها وشوفوا قديش فيها موديلات حلوه. اوكي يا جماعه هلا فينكم تنزلوا تطبيق ايوه تحت بصندوق الوصف، وكمان تستفيدوا من كود الخصم 15% تالينتي. فينكم تزوروا متجر ايوه الالكتروني او حتى تزوروا متاجر ايوه الموجوده بدبي مردف سيتي سنتر وبدبي ابن بطوطه قريبا بأبو ظبي، وجبنا لجوجي نظارات شمسية كمان. هالمرة ما جبنا له. هاي مامي. بابا هاي معكم. بعرف. اوكي يا جماعة نحن حاليا كثير تأخرنا، ليكوا قد ايه صارت الساعة؟ الساعة 4، ونحن المفروض أنتم ما بتعرفوا إنه نحن موعدنا على الساعة 4:30. ف بسرعة معناتها. يلا. يلا. أنت اكتشفت شو الموضوع. حسيت أنا حسيت. يلا. قبل ما أروح بس بدي أقول شكرا كثير لأيوه على هدول النظارات اللي بيشلوا، وإن شاء الله أنتم كمان بيطلع كل شيء عليكم حلو كثير. Let's go. يلا. لو اي كأنه هذا كيس كتير صغير على فستانك، انه فستاني بقلب هاد. ايه انا زبطت الوضع ولا معقول بتجعله؟ نكتشف هوني. بابا ما عندي مفتاح. لا ما معنا المفتاح، كيف سكرت الباب؟ ياي. يا الله عمل لي فستاني علكة علكة، ما بصدق. بليز ما توسخ حالك اوكي؟ يلا. شو عامل؟ شو ليش للزقة دخلها بالحيط شوي؟ انا مشان ريح حالي من هالطرف. بيريح حاله انا ما كل هوا. اوكي يا جماعة حاليا لازم تعرفوا الشيء اللي رح نعمله، الشيء اللي مخطط له انا، الشيء اللي خبرتهم اياه للؤي وجوج، انه انا حاجزة استوديو تقريبا بعد نص ساعة موعدنا، ايه بعد ثلث ساعة مو نص ساعة، رح نروح نتصور صور القناة واخيرا. صرنا شهرين بنقول بدنا نتصور صور القناة. هلا حتى تالين حبكت معه. هلا لتالين اخذت اجراء، لانه اذا الموضوع بيوقف على لؤي بنغير صورة القناة اعتمادا عليه بعد 3 سنين. لهيك انا زبطت الثياب، زبطت الاستوديو، زبطت كل شيء، وهلا رايحين نتصور الصور. بس حابين هي المرة انه انتم تختاروا اي صورة، تمام؟ لانه في تو اوبشنز، يعني في نوعين من ال في نوعين من الاوتفيتس، اوكي؟ فانتوا رح تختاروا اي نوع احلى، في النوع الكاجوال هيك سبور وهيك مثل ما انتم متعودين علينا دائما، وفي النوع الثاني انه احنا رح نلبس كثير كانوا رايحين نجوز لؤي، بعيد الف شر عن قلبه، فانتوا رح تختاروا اي نوع احلى، تمام؟ يلا ليتس جو. مامي هالمره عن جد متحمس. ايه طالع مثل كيوت، يقول لك مثل عريس صغير. يلا ليتس جو، سكر واحدة ثلاثة. بس انت بتفاجئني بالاستديوهات، تفضل. تفضلي بشوي. اوكي ليكو الاستديو هون رح نتصور، تمام؟ اول اوتفيت رح يكون هيك وهيك. تعليم هيك. اوكي هلا رح نبلش. اوكي دولنا. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. هلا رح نجي نلبس يلا اوسكار بسرعه. يلا كلنا لابسين ابيض، واوسكار لابس ابيض. Every move I make.
كمان بيفهم يعني ليك وليك وشوف أوسكار احكي معهم قول لهم هاي 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 وأحيانا بيجن هلا بدنا نغير ثيابنا وهلا صار الوقت الجدي لانه راح ينصدم اللي عم يطولنا يلا يلا ام اللون نازله هلا بتبدل تغير بس ما بدي تعولي يا جماعه يكون فوق وجوش هيك مع الخلفية مبين عن جد بابا قاعد شكلك بشي قصر هيك عم تلبس بطيونك ما بعرف ليكو بسكر غير ثيابه انا وجوشي بنلبس هيك جاكيتات هي ابو الجوج وهي ابوه ليك طالعين طقم انا وياك بابا ما حلوة؟ جماعة في عروس جاي حضروا تفضلي اوه شو هالحلا شو هذا هلا انتوا رح تخبرونا باي اوتفيت رح يطلع احلى باول واحد ولا ثاني واحد اوكي يلا You can do make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. Every move I make, you're falling. عن جد التانيين احلى اوكي هلا بالسيارة رح كملكم لساعة مضيعتها لتاني ما بعرف وينها هلا رجعت تاني التانيين القديمة مع باي بالكيس هون ولا رجعت تاني القمر حبيتي هو ان شاء الله رح يطلعوا صور توب يلا على فكرة انطورونا على حساباتنا على الانستغرام وهلا بنكملكم بالسيارة اوكي هلا حاليا خلصنا فشفتوا التو اوتفيتس يلي غيرناهم فبدنا منكم هلا تقولونا شو الاحلى يعني نحن نختار صور القناة باول اوتفيت ولا بتاني اوتفيت انت شو رايك انا حبيت تاني اوتفيت وانا حبيت تاني واحد جوجي تاني اوتفيت تاني واحد أيه. اوكي هلا بقى انتم تكتبوا لنا بالكومنتس واحد او اثنين الواحد هو السبور تاني واحد هو الفستان وتالين وحده جايه من المريخ وجايه تزورنا يعني اوكي فقرروا اي واحد لانه عن جد انتم شو بتقولوا نحن رح نعمل تمام اوكي يا جماعه حاليا رح نقول لكم انه فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم ما تنسوا النظارات اللي قلنا لكم عنهم تحت بالديسكريبشن بوكس بتشوفوا اللينك وكمان تابعونا حساباتنا على الانستغرام رح نعمل لنا لايكات كثير لانه رح تشوفوا الصور هنيك اذا مو كل الصور رح تشوفوا واحد من الاوتفيتس رح يكون بالانستغرام حاليا بنحبكم كثير تابعونا حساباتنا على الانستغرام وي لاف يو سو ماتش باي 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 باي